السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني. إذا عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أصدقاء ومتابعين قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني، تكلمنا في الفيديو السابق عن فيروس الكورونا وطرق وقائية من القرآن والسنة، واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نعرض لحضراتكم دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم للشفاء وقضاء الدين. وقبل ذلك خاطرة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي يبين لنا جزاء صبر المريض على مرضه، ثم بعد ذلك يقدم لنا الدعاء بصوته. نترككم مع الخاطرة بصوت الشيخ محمد راتب النابلسي ثم الدعاء. إن كنت موحدا لا تخشى إلا الله، إن كنت موحدا حقيقة إذا قرأت قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وتسليما وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا. التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلما، ولكن دقق في حياته اليومية. ألم أقل لكم من قبل لو دققت في حياة المسلمين وجدتهم عمليا لا يؤمنون بالآخرة، يعملون عملا لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة، يأكلون أموال بعضهم بعضا، يعتدون على أعراض بعضهم بعضا، يأخذون ما ليس لهم، يتجاوزون حدودهم. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله. إياك أن ترى أن مع الله أحدا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله. ليس مع الله ذكي، الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال. يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نوحد، يجب أن نعقل آيات التوحيد، يجب أن لا نرى مع الله أحدا، يجب أن نرى أن يد الله فوق أيديهم، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يقول لك اعبدني وأمرك بيد غيري، أمرك بيد قوي لا يرحمك، أمرك بيد حاقد لا يحبك، أمرك بيد جهة تحب أن تسحقك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله لله، بيده مقاليد السماوات والأرض. إياك أن تنساق مع الإعلام الغربي، إياك أن تخاف مما سوى الله، إياك أن تعتقد أن الله خلق الخلق وترك ضعيفهم لقويهم وفقيرهم لغنيهم. إياك أن ترى أن الله خلاقا وليس فعالا. ينبغي أن تعلم أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. لو أن ورقة سقطت إنه يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن الآن في أمس الحاجة إلى التوحيد.
أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هذا النوع من الشرك ولا إلى غير نجعة. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دليل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، أن تحب جائرا، أن تحب عدوا، أن تعظم كافرا. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. أو أن تغضب على عدل، إن انحرف سلوكك وجاء من ينصحك على انفراد وقال لك اتق الله يا رجل، إذا أخذتك العزة بالإسم فهذا نوع من الشرك. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد قمة العلم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا تؤخذ بوسائل الإعلام، لا تؤخذ بالتهويل، لا تؤخذ بالتخويف، لا تؤخذ بالقوة التي لا تقهر. صنعت باخرة في مطلع هذا القرن، وكتب في نشرتها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها، غرقت في أول رحلة لها. صنعت مركبة وسميت المتحدي، بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. لا يمكن أن يدع الله متألها إلا يقسمه، لا يمكن، لا يمكن أن يدع الله متألها إلا يقسمه. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. أول حل أن نعمق التوحيد، أن نعمق التوحيد. لا تلقي بالا إلى خبر ولا إلى تصريح ولا إلى تهديد إلا أن تكون موحدا لله الذي خلقك. منع أحدا عن أن ينهي حياتك، منع أحدا عن يأخذ رزقك. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. أيها الإخوة الكرام، ثانيا لا بد من التوبة. التوبة والاستغفار والتسبيح. سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما لهما قول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا عددت هذا الذي حصل بلاء للمسلمين، ما نزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بالتوبة. أول شيء وحد. ثاني شيء تب من كل ذنب، استغفر وتب، راجع حساباتك، اعمل جردا لما أنت عليه، لبيتك، لخروج زوجتك، لخروج بناتك، لكسب مالك، لإنفاق مالك. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث العبادة والعمل الصالح. العبادة في الهرج كهجرة إلي، في زمن الفتن، في زمن المال الحرام، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الكذب، في زمن يؤمن الخائن ويخون الأمين، في زمن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، في زمن أن يوسد الأمر إلى غير أهله، في زمن أن ترى المطر قيظا والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيظ الكرام غيظا، في زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأو إلى الكهف. أين الكهف اليوم؟ جامعك كهفك، بيتك كهفك. اعبد الله في بيتك، واعبد الله في جامعك، ودع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، عبادة متقنة، صلاة متقنة فيها إقبال على الله، صيام متقن، غض بصر، ضبط لسان، ترك الملهيات، ترك هذه المسلسلات، ترك هذه الشناعات التي لا ترضي الله عز وجل. كن مع القرآن، كن من أهل القرآن، كن من أحباب النبي العدنان. املأ ساحة شعورك بمشاعر القدس التي تأتيك من معرفة الله.
أيها الإخوة الكرام، الشيء الرابع أن تشتغل بالشيء المثمر. هل لك عمل صالح؟ هل تستهلك وقتك استهلاكاً أم تستثمره استثماراً؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع منجيات: أن تؤمن وأن تعمل صالحاً، وأن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هل نقلت هذا العلم إلى أخ لك؟ إلى صديق، إلى جار، إلى قريب، إلى زميل، إلى ابن، إلى زوجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: الجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي حديث آخر: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. وفي قمة أنواع الجهاد: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هل وسعت دائرة المعرفة بين الناس؟ هل تنامت حلقات الحق حتى حاصرت حلقات الباطل؟ أليس لك لسان تنطق به؟ ألم يقل لك النبي: بلغوا عني ولو آية؟ يا أيها الإخوة الكرام، لا بد من انتفاضة بالمعنى الإسلامي، لا بد من أن ننتفض من واقعنا، من تواكلنا، من إهمالنا، من تقصيرنا، من كلمة لا تدقق، من كلمة هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب، لا تعاملنا بعمل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أعرابي لم يتعلم شيئا قال له: عظني ولا تطل. قال له النبي الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. أيها الإخوة الكرام، ترك التنازع والخلاف، التنازع والخلاف في صالح أعدائنا، نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، نغلب مصلحة المسلمين على مصالحنا، نغلب هموم المسلمين على همومنا، نتعاون. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وصف الأعداء قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فما قولكم إذا كان المسلمون كذلك. في اللقاءات مديح ما بعده مديح، وثناء ما بعده ثناء، وابتسامة عريضة، ومصافحة حميمة. فإذا غاب عنك طعنت بعلمه، طعنت بتقواه، طعنت بصدقه وإخلاصه. نحن مفتتون. لذلك قال الله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قانون العداوة والبغضاء لها قانون. إذا نسي أحدنا حظا مما ذكر به وقع في عداوة مع أخيه. ما تحاب مؤمنان ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهم. أيها الإخوة الكرام، التفاؤل، لا تكن متشائما. يا أيها الإخوة، سأذكر لكم من السيرة شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أيام الهجرة، حينما كان دمه مهدورا، وحينما وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، لمن يأتي به حياً أو ميتاً، تبعه سراقة من أجل 100 ناقة. قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذا تعلمونه جميعاً، لكن حللوه. يقول النبي: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني يا رسول الله، إنك سوف تصل للمدينة سالماً. هذه ثقته بالله. وسوف ينشئ دولة في المدينة، وسوف يحارب أقوى دولة في العالم، وسوف ينتصر، وسوف تأتيه غنائم كسرى. ويا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيت إلى ثقة النبي بالله عز وجل؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا نوع من الزلزال، زلزال نفسي، خوف مهلع. وكل يوم خبر في تهديد، رؤوس نووية، حاملات طائرات، كل يوم في خبر. وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معركة الخندق عملية فرز. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟
ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أنت مع الله في الرخاء وفي الشدة وفي التهديد وفي التمكين وفي الغنى وفي الفقر وقبل الزواج وبعد الزواج وفي حلك وفي سفرك، أنت مع الله وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر يجب أن تستشعر مبادئ الأخوة بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة في شتى بقاع الأرض. يجب أن تستشعر أن المؤمنين إخوة فيما بينهم. لذلك ينتج عن هذا أن يكون ولاؤك للمؤمنين ألا تعين كافراً عليهم، ألا تتملق كافراً وتتخلى عن المؤمنين. هذا إذا كنت مؤمناً، ولاؤك لجميع المؤمنين. فإن لم تجد في سلوكهم ما يؤكد كمال إيمانهم، اطلب من الله لهم نصراً تفضلياً. إن لم يستحق المؤمنون نصراً استحقاقياً، اطلب من الله لهم وادعوا الله عز وجل أن ينصرهم نصراً تفضلياً. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يجب أن يكون قلبك معهم، مشاعرك معهم، دعاؤك لهم، لأنهم مؤمنون، لأن آلاف النقاط تجمعك معهم. أيها الإخوة الكرام، ويجب أن تسعى لنجدتهم وتقديم العون لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا. يجب أن تتعاطف معهم وأن تواليهم وأن تتمنى لهم النصر وأن تدعو لهم، ويجب أن تسعى لحل مشكلاتهم فيما يتاح لك. أيها الإخوة الكرام، وينبغي ألا نقع في فخ ينصبه لنا أعداء المسلمين. مصلحتهم في تفريقنا، مصلحتهم في تأريس الخلافات بيننا. يجب أن ننسى كل خلاف لنكون صفاً واحداً، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. أيها الإخوة الكرام، سمعت كلمة آلمتني أشد الألم. قالوا في بلاد الغرب: هذا الذي حصل سنستفيد منه إلى أقصى درجة، خطط مرجأة إلى 10 أعوام قادمة بدأت تنفذ الآن. استفادوا من هذا الحدث؟ أيعقل أن يستفيد الشارد عن الله من حدث ونحن كمؤمنين لا ننتفع بهذا الحدث؟ إذا قالوا هناك سوف نستفيد من هذا الحدث إلى أقصى درجة، ونحن أيضا ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، أن نعود إلى الله، أن نحكم اتصالنا بالله، أن نتعاون، أن لا نتنازع. كما أنهم بدأوا ينفذون خططاً مرجأة إلى 10 سنوات قادمة، جاءهم التبرير، جاءهم الغطاء، ونحن ينبغي كمؤمنين أن نستفيد من هذا الحدث فنتعاون. ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فنتوب إلى الله. ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فيحب بعضنا بعضاً، أن نضع الدنيا تحت أقدامنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب أن نوقن أن الله لن يتخلى عنا إطلاقاً. أيها الإخوة الكرام، هذه النصائح السبع أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في قلوبنا وفي عقولنا، وأن تترجم إلى سلوك نتعامل به. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال جنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نحتاج إلى انتفاضة دينية، نحتاج إلى مراجعة للحسابات، نحتاج إلى إقامة الإسلام في بيوتنا جميعاً. أنت مسلم وبيتك يجب أن يكون إسلامياً يتلى فيه القرآن. لا نسهر حتى الساعة الخامسة وراء أقنية المجاري. أقنية المجاري، كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، جفاف ما بعده جفاف، الأنهار كلها جافة، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. رخص لحم النساء فغلى لحم الضأن، قل ماء الحياء فقل ماء السماء، اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. العين تزني وزناها النظر، دققوا أيها الإخوة، العين تزني وزناها النظر. هذا الذي يرى على الشاشة الصغيرة ما لا يرضي الله، كيف يقبل على الله؟ كيف يصلي قيام الليل؟ كيف يذكر الله صباحا؟ أيها الإخوة، أقول لكم مرات عديدة، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، حقيقتان أرددهما كثيراً ونحن اليوم في أمس الحاجة إليهم. أولاً، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح. اقلق على نفسك فقط، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. ولعلك ترى إن شاء الله من خلال هذه الأحداث الرهيبة أن النتائج تعود أفضل مما كانت على هذا الدين، لأن الله عز وجل يقول ليظهره على الدين كله. قبل 50 عام ليس في الأرض كلها إنسان يحب أن يعرف ما الإسلام، أما الآن في القارات الخمس هناك من يقول ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الدين الذي وقف في وجه أعتى قوة في العالم؟ شيء لا يصدق. رب ضارة نافعة، لكل واقع حكمة. قد نجد بعد حين أن هناك نتائج إيجابية العقل لا يتصورها، جاءت مما حدث. إن الذي وقع وقع بمشيئة الله وبإذن الله وبإرادة الله، والله سبحانه وتعالى يريد الخير للبشر. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير. الشر المطلق ليس له وجود في الكون، الشر المطلق يتناقض مع وجود الله أبدا. في شر نسبي، في منظور الناس شر نسبي، لكن الشر المطلق لا وجود له في الكون. أيها الإخوة الكرام، الفكرة الثانية أنه ينبغي ألا ينفرد الباطل بالساحة، ينبغي ألا ينفرد بالساحة، ولو أنها بؤرة صغيرة، ولو أنها مساحة صغيرة يتلى فيه الحق. لذلك كن داعية إلى الله، الدعوة إلى الله فرض عين. انقل الذي سمعته أو خذ شريطه وانقله، وسع دائرة الإيمان، وسع دائرة المعرفة، بصر الناس بواقعهم. لذلك من الأدعية التي أدعو بها أحياناً، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والوهم، اللهم انقلنا من ظلام الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. فيا أيها الأخ الكريم، راجع حساباتك. هذا الذي حدث ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، لا أن نسمح للطرف الآخر أن يستفيد منه، نحن أولى أن نستفيد منه. والحمد لله رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء، وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر، ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رعه شيء، هو يخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو، ويهتم كما نهتم، ويدعو كما ندعو. كان عليه الصلاة والسلام إذا
راعه شيء، قال هو الله ربي لا شريك له. يعني هذه المصيبة جاءتني من ربي وليس من جهة أخرى، لأنه لا شريك له. هذه المصيبة جاءتني من ربي، وكلمة رب يعني مربي، كلمة رب تذكر بالأم. قد تمنع الطعام عن ابنها، الأم الرحيمة العالمة قد تحرم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وبيل. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام. إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. إذاً حينما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بيد الله، هو الذي يعطي، هو الذي يأخذ، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يعز، هو الذي يذل. ما بعد هذه الآية؟ واستغفر لذنبك. إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر لذنبك، الأمر بيد الله، والله عز وجل عادل. ملخص هذا الكلام كله، إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف، ورأس الحكمة مخافة الله، وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك، وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانك قل خوفك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قد يأتي غضب الله فجأة، ولله عز وجل سياسة مع عباده، قد يرخي لهم الحبل فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحكون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون في ثانية واحدة يشد الحبل، فإذا هذا الإنسان في قبضة الله. قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل. سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء، آلام لا تحتمل، وكان من ألمع الشخصيات. جاء الورم الخبيث في أماكن حساسة، كل المسكنات لا تجدي، الجيران لا ينامون من صياحه كل يوم. فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى. عند الله أدوية تدع الحليم حيران، هذا بسموه المؤيد القانوني. سيدنا موسى قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. القرآن الكريم يقول عن هذا الكافر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. التركيز على العظيم، معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس، بس إبليس ما آمن بالله العظيم، وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم بالبلاء كي يخافوني. فلا بد من تعظيم وخوف وحب، فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان، وإذا طغى الخوف على الحب يئس الإنسان، وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان. بضعف التعظيم يعصي، وبضعف الخوف يطغى، وبضعف الحب ييأس. فلا بد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن.
الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل، أما الاتجاه الشركي لا لا، هذا الزلزال حركة باطنية للقشرة الأرضية بس، الله ما له علاقة. تقريباً شح الأمطار تبدل خطوط المطر تتبدل في الأرض، فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركي أرضي. النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه، والله عز وجل قادر دائماً أن يدفعنا إلى بابه دفعاً عن طريق المصائب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. وإذا دخلت إلى مسجد، والله لا أبالغ، يعني انظر إلى جمع غفير في مسجد، تأكد أن 90% من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله. الإنسان من دون معالجة إلهية يطغى. واحد قال لي، والآن إنسان صالح، قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال، عنده مؤسسة وكانت أرباحه طائلة، قال لي وضعت في جيبي 500,000 وكان 83 الدولار، وضعت في جيبي 500,000 وتوجهت إلى بلاد بعيدة هي عاد الثانية كي أستمتع من دون أن يأخذ معه زوجته. طبعاً مفهوم. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى مستشفى، قيل له ورم خبيث في العمود الفقري، قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد، ثم تبين أنه ليس معه ورم خبيث لكن الله أرجعه. فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله. إن رأيت إنساناً ملتزماً فلأن الله عالجه معالجة من عند حكيم عليم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، قبل قليل شسع النعل إذا انقطع، الآن شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصاب معنا، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. القلق أو الأرق له دعاء، شسع النعل إذا انقطع أدعو الله عز وجل، لم تجد الملح اسأله ملح طعامك، غرض ضاع منك اسأله أن يرده إليك. يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ألظوا، ألظوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه: يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أيها الإخوة، لا شك أن المصائب أنواع منوعة، ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد. هناك مصائب تصيب الكفار، مصائب قصم أو مصائب ردع، وهناك مصائب تصيب المؤمنين، هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده، دفع أو رفع. وهناك مصائب تصيب الأنبياء، هي مصائب كشف. لذلك تجد في القرآن: فانتقمنا منهم، يعني قصمناهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. ما معنى واحدة؟ إن كانت إلا صيحة، أنه إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفة، هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة، تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفها. فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء
يحتاجون إلى صيحة واحدة تأخذهم، فإذا هم هالكون. فلذلك اليضوا بهذا الجلال والإكرام. فالمصائب منوعة، بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف. فالمؤمن قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا لا أشك أبداً أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل، فقد تأتي مصيبة ثم يهتدي إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة. فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب. هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الاضطراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تشتهي. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. معنى ذلك أن المصائب التي تساق للمؤمنين لا تجدي معك، لا بد من قصم بعد حين. فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البياني صاعد صعودا حادا ثم السقوط بشكل مريع. ثم إن الإنسان له مع الله أيام، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. قد يكون يواجه عدوا فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه، وقد يواجه مشكلة فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه. فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة. الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يكرمهم. الإنسان يؤدب، لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام. يؤدبهم ثم يحبهم، بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقصمهم. فإذا كنت في طور الابتلاء وطور التأديب فهذه نعمة كبرى. والدليل على ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان غنيا بعد أن كان فقيرا، وكان مهتديا بعد أن كان في حيرة، وكان يتيما ثم آواه الله إلى رحمته. قد يسأل سائل إنه لماذا كان النبي يتيما؟ لأنه لو كان له أب كبير مربي كبير تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه. أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة وفي فضله من الله مباشرة. ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه. أحيانا تجد ابن من أرقى الأبناء له أب كبير يقول: هذا صنيعة أبيه، هذه الأخلاق من توجيه والده، هذا الانضباط من توجيه أمه. لا أم ولا أب. فعلمه من الله مباشرة، وخلقه أيضا وإنجازه من الله مباشرة. ولم يكن له ذرية من الذكور. هذا ابن النبي. فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي، وهي مشكلة كبيرة. قال له: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. تنتقل العداوة. فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقا. إنه هذا يعني يتمتع بميزة ما بعدها ميزة، ابن رسول الله، وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جدا. هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب، ولم يكن من ذريته ذكور، ولم يتعلم علوم الأرض. فعلمه من الله وإنجازه من الله
وذريته لصالح الدعوة. ثم يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له. حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك. يعني مرة كنت عند قصاب، قال لي: صديقي كان أحد كبار القراء في الشام، كنا في حفل، صلى بنا إماماً واقفاً وعمره يزيد عن 104 سنوات. يعني ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. قال لي هذا القصاب: كان رفيقي. قلت له: أين سرى من السورية؟ الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله، رفعه إلى أعلى مستوى. فالقرآن يرفع الإنسان. فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين. آيات الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآيات وردت ضمن آيات الصيام. فما الحكمة من الدعاء؟ الحقيقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. أصل العبادة أن تتوجه إلى الله، أن تعتمد على الله، أن تتوكل على الله، أن ترجو الله، أن تخاف من الله، أن تسأل الله. العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، هكذا ورد في بعض الأحاديث الشريفة. على كل، الآية الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وكأن الله يقول: إن دعوتموني أعبأ بكم، وإلا فلا شأن لكم عندي. لماذا؟ أنت متى تدعو أيها الأخ الكريم؟ متى تدعو جهة أرضية؟ لا تدعو جهة أرضية إلا إذا كانت موجودة أمامك، أو إلا إذا آمنت بوجودها. فلا يعقل أن تدعو من لا تؤمن بوجوده. فلمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت قطعاً مؤمن بوجوده، هذه واحدة. وأنت حينما تدعو الله عز وجل أنت قطعاً مؤمن بأنه يسمعك، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم. إن تكلمت يسمعك، وإن تحركت يراك، وإن أضمرت شيئاً يعلمه. سميع بصير عليم. إن تكلمت فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير، وإن أضمرت شيئاً فهو عليم. بل إن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنت حينما تدعو الله أنت قطعاً مؤمن بوجوده، وأنت قطعاً مؤمن أنه يسمعك، أو أنه يراك، أو أنه يعلم ما في نفسك. أما في قوله تعالى: إذ نادى ربه نداءً خفياً، بإمكانك في ظرف حرج ألا تحرك شفتيك وأن تتوجه إلى الله بقلبك داعياً، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. حدثني أخ كريم، قال لي وأنا في الطائرة في طريقي إلى بلد أرجو أن أنال منه حظاً من المال، خطر في بالي أن الله عز وجل إذا أكرمني فسأبني له مسجداً. أقسم لي بالله وما حركت شفتي، وبعد أن أكرمه الله بنى لله مسجداً. يعني
الدعاء مع الله عز وجل قد لا تحتاج إلى أن تحرك شفتيك. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذن لأنك دعوت الله أنت مؤمن بوجوده، ولأنك دعوت الله أنت مؤمن أنه يسمعك، وإن تحركت يراك، وإن أدبرت يعلم ما في نفسك. ولأنك دعوت الله أنت مؤمن أيضا أنه قادر على كل شيء، تعلقت قدرته بكل شيء. فلولا أنك مؤمن بوجوده وبأنه يسمعك وبأنه قدير على كل شيء لما دعوته، بل ولأنك دعوت الله عز وجل أنت مؤمن أنه يحب أن يرحمك. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ولأنك دعوت الله فأنت قطعا تؤمن أنه يحبك ويحب أن يرحمك، يحب أن يستجيب لك. فالآن نفهم معنى الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا دعوتم ربكم دعاء صحيحا كما أمر، فهذا الدعاء يعني أنك مؤمن بوجوده، مؤمن أنه يعلم ويسمع ويرى، مؤمن أنه على كل شيء قدير، مؤمن أنه يحبك. إذن الدعاء معرفة، ولن يدعو أحد ربه إلا إذا عرفه. فلذلك الله عز وجل جعل الدعاء كما قال نبيه الكريم مخ العبادة. أيها الإخوة، الآية الثانية: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تدعوه مخلصا وأن تشقى بهذا الدعاء، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يكون هذا الشيء الذي تطلبه من الله لصالحك في الدنيا إلا ويستجيب لك. فإن لم يستجب لك فلحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، لكننا نعتقد يقينا كما قال الله عز وجل: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الدعاء سلاح المؤمن. أنت بالدعاء الله عز وجل يكون إلى جانبك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني. الله عز وجل يريد أن تدعوه، بل إن الله يحب الملحين في الدعاء. إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. إذن ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الآن لو سئل سائل عن شروط الدعاء، الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. كأن هذه الآية استنبط منها النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، يعني بحسب المنطق، عن أن يدعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال: إذن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. فهذه الآية تبين أن العبادة يمكن أن تضغط بأكملها بكلمة واحدة هي الدعاء. فالصلاة دعاء، وفي الصيام دعاء، وفي الحج دعاء، ومع أداء الزكاة دعاء. وموقف المؤمن من ربه يتلخص بالدعاء. والذي لا يدعو الله عز وجل الله يغضب عليه. أيها الإخوة، لكن لو أردنا أن نفصل في شروط الإجابة، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني. بالحقيقة هناك آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. آيات تزيد عن 10 آيات: يسألونك
وبين السؤال والجواب فقل: إلا هذه الآية تنفرد من بين كل الآيات، وإذا سألك عبادي عني ليس في هذه الآية فقل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بمعنى أنه ليس بين الله وبين عبده وسيط. الخلق كلهم عيال الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعبه يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وما فد النبي في حياته رجلا إلا سعد بن أبي وقاص حينما قال: إرني سعد فداك أبي وأمي. الآن دققوا ما قال له عمر بعد وفاة النبي، قال: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ليس بينك وبين الله حجاب، ليس بينك وبين الله ترجمان، ليس بينك وبين الله وسيط. وإن سألك عبادي عني فإني قريب. الآن أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني دعاني حقيقة، يعني علقت الأمل بالله. لم ترى غير الله، لم ترى فاعلا إلا الله، لم تستجب لغير الله، لم تعلق الأمل على غير الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. متى أجيب وبأي شرط أجيب؟ فليستجيبوا لي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء المجاب. يعني نؤمن بالله أولاً إيماناً يحملنا على طاعته، نستجيب لأمره، عندئذ دفعنا ثمن الدعاء المستجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى الدعاء المجاب. هذه الآية تبين شروط استجابة الدعاء. على كل، أحياناً قد لا يستجيب الله الدعاء لحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. إلا أن العلماء استثنوا من شروط الدعاء دعاء المضطر، لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قالوا: الله عز وجل يستجيب للمضطر ولو لم تتوافر فيه الشروط برحمته التي وسعت كل شيء، وسعت رحمته كل شيء. والله عز وجل يستجيب للمظلوم ولو لم تتوفر فيه شروط الدعاء بعدله، بل ورد في بعض الأحاديث: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فدعاء المظلوم يستجاب له، توافرت في المظلوم شروط الدعاء أو لم تتوافر. ودعاء المضطر يستجاب له، توافرت في المضطر شروط الدعاء أو لم تتوافر. على كل، الدعاء أحد أكبر دعائم الدين. أنت بالدعاء مع رب العالمين، أنت بالدعاء مع أقوى الأقوياء، مع أغنى الأغنياء، مع من بيده ملكوت السماوات والأرض، مع من بيده أعداؤك، مع من بيده أصدقاؤك، مع من بيده من فوقك، مع من بيده من تحتك، مع من بيده من حولك، مع من بيده جسمك، شرايينك، قلبك، بيده كل شيء. فأنت بالدعاء أنت مع الله. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. أيها الإخوة الكرام، شيء دقيق هو أن يكون الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. رفع الصوت بالدعاء ليس مستحبا، يمكن أن تدعو الله بينك وبينه.
يمكن أن تدعو الله في سرك، يمكن أن تتوجه إلى الله بقلبك. ادعوا ربكم تضرعا، الدعاء يحتاج إلى تذلل لله، والشيء الدقيق أنه كلما تذللت لله رفعك الله، وكلما رفعت نفسك أذلك الله. الله عز وجل في آية يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بأنهم تضرعوا إلى الله وافتقروا إليه ودعوه أن ينصرهم فنصرهم. الصحابة هم ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق في حنين، قالوا لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن أنت بين حالين، حال التولي وحال التخلي. إذا قلت الله، إذا دعوت الله مخلصا، إذا افتقرت إلى الله، إذا رجوت الله، وأنت بهذا الحال تكون أقوى الأقوياء وأعلم العلماء. أما إذا اعتدت بقوة، هذا الدعاء من أدق الأدعية: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وترد بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور يا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه. طموح النبي ليس له حد. اللهم وما قصر عنه رأيي ولم تبلغه مسألتي، يعني ما سألتك إياه، ولم تبلغه نيتي من خير وعدت به أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك فإني أسألك وأرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي ونوراً في سمعي، يعني لا أسمع إلا الحق، ونوراً في بصري لا أرى إلا الحق، ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونوراً في دمي ونوراً في مخي ونوراً في عظامي. اللهم أعظم لي نوراً
وأعطني نوراً واجعل لي نوراً. سبحان من تعطف بالعز وقال به، يعني أقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.